تاجر. مساء الخير. مساء النور. اسم حضرتك؟ محمد عادل. محمد عادل. استاذ محمد، هقول لك 3 كلمات هتحطهم في موقف تمثيلي مدته دقيقه. 3 كلمات هم: مصطبه، سلم، اسانسير. مصطبه، سلم، اسانسير. التمرين ده هيخلص لما الكلمات عندي تخلص. مصطبه، سلم، اسانسير. مصطبه وسلم واسانسير. انا اسمي عم عادل وبشتغل بواب، وطول اليوم قاعد على المصطبه، ماليش شغلانه غير قاعد على المصطبه، وفي ست نكديه اسمها خديجه كل شويه تكلمني تقول لي انزل اطلع انزل اطلع، وكل ده مش عايزين نستخدم اسانسير، عايزين نستخدم السلم بس، وانا طالع نازل نازل طالع. كلمتني من ساعه وقالت لي عايزك تروح السوق تجيب شويه طماطم وخيار وحركات كده. طب اديلي الفلوس يا مدام خديجه. قالت لي مفيش فلوس، لما تيجي حاسبك. بيني وبينكو ما روحتش، فضلت قاعد على المصطبه لحد ما جوزها جه، اخدت منه الفلوس ورحت السوق، جبت كل حاجه وفضلت طالع واحده واحده على السلم، اضرب الجرس محدش يفتح، اخبط محدش يفتح. الله، كلمة على التليفون لقيتها نايمه. قلت لها مدام خديجه انا جبت لك الحاجه، هتاخديها ولا هتسيبيني قاعد على المصطبه؟ قالت لي خلاص. قامت فاتحه الباب وخدت الحاجه ونزلت انا على السلم.